بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الطالبة لما أكرم عبد القادر، حصلت على معدل 95.6 في الثانوية العامة فرع أدبي. طبعاً أنا سنت في جامعة الأقصى تخصص تعليم الاجتماعيات، لأنها جامعة أكبر جامعة حكومية بغزة وبتقدم منح كتير للطلاب، وهي اللي جامعة كل الفلسطينيين. طالبة منار هاني صالحة من الفرع الأدبي، حصلت على المعدل 98.6. قررت الالتحاق بجامعة الأقصى كلية التربية تخصص اللغة العربية، وأنصح كل الطلاب بالالتحاق بالجامعة الأقصى فإنها جامعة متميزة. أنا الطالب مهند زكوت، حصلت على معدل 95.9 واخترت تخصص التمريض، وأنصح الجميع بالالتحاق بجامعة الأقصى. أنا الطالبة أفنان خليل غراب، الحصل على المعدل 96.4 وسوف أدرس تخصص التمريض، وأنصح الكل في جامعة الأقصى لأنها جامعة الكل الفلسطيني وأعطتني إعفاء 100%. أنا الطالبة نسرين جمال أبو سلطان، حصلت على معدل 98 في الفرع الأدبي، تخصصت أداب إنجليزي في جامعة الأقصى لأنها جامعة الأكبر والأفضل وجامعة الكل الفلسطيني. أنا الطالبة هاي نهض فرحات، الحاصلة على معدل 96 في الفرع الأدبي، تخصصت تربية لغة إنجليزية في جامعة الأقصى لأنها الجامعة الأكبر والأفضل وجامعة الكل الفلسطيني.